مشاهدينا الاعزاء، اسعد الله اوقاتكم واهلا ومرحبا فيكم معنا في هذه الحلقه الجديده من برنامجكم ديوانيه شعراء النبض. باسمكم اعزائي المشاهدين نرحب بضيوفنا لهذه الليله. مساكم الله بالخير يا اخوان. السلام. الليله حلقتنا متميزه جدا، معنا ابو راشد عطا الله فرحان، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور يا ابو فهد. عطا الله، يعني انت الحقيقه تغيب عنا وتجي محمل ان شاء الله في الشعر باذن الله في كل ما هو جميل. اتشرف يا ابو فهد اني اتواجد معاك ومع الشباب الجميلين والاساتذه المبدعين الموجودين، وحنا دائما يعني نحاول ان نجيب الشيء اللي نحس انه غالي علينا في الديوانيه. نعم، انتم الحقيقه واعضاء اللجنه العليا لكم نشاط يعني محسوس وملموس في ديوانيه شعراء النبض، ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. الله يطول عمرك يا ابو فهد. زين، ايش نسمع منك؟ تبي تختار لنا قصيده وطنيه ولا تبي؟ لا، انا بختار قصيده هذه تعاونت فيها مع المنشد السعودي مهنا العتيبي. اي نعم. إيه؟ نسمع. حققت نجاح قبل فتره، يعني سابقا يمكن 10 سنوات. تفضل. الجرح يكبر معي والناس مشغوله، واللي ابيهم مشوا واحد ورا الثاني. الليله يا طولها والدرب يا طوله، واللي ورايا احس انه تعداني. الوقت لا من تغير، هذه فعوله، هم لعب لعبته ولا تحداني. ابواب مقفله ودروب مجهوله، واذا تبي كل حاجه لازم تعاني. كلام بقوله لكن ما اقدر اقوله، اشياء في خاطري توقف على لساني. غلطه ومن صاحبي واقول مقبوله، مره علشانه ومره علشاني. والمشكله لو تطول شوي محلوله، عشان ما يشمت القاصي ولا الداني. تكفون وانتم اللي جيتوها قولوا له اني اعزه كثر معزه اخواني. معقوله ينساني؟ لا، ما هي بمعقوله، حتى الشعر وقتها ما راح ينساني. فله احجاج وقصيد وصوله وجوله، يعني متى ما تذكر شيء يلقاني. ما شلت هم الشكوك الدايره حوله، ولا الخوي لا تردع قلت يفداني. مرات احس اني حاكم تنقصه دوله، ومرات مدري من اللي ينقص الثاني. يا سلام، صح لسانك. اي، وهذا تشرفت في التعاون مع مهنا العتيبي. إيه. والحمد لله حققت نجاح. الحمد لله، مبدع مهنا العتيبي. مهنا ابو صالح نوجه له تحيه من وغنى، وطبعا تعاونت وياه ايضا في شيل الكويت. إيه. وطنيه؟ وطنيه طال عمرك يا كويت، وشلون مكتب فيك واغني. نسمعها ابو راشد عشان حافظها. والله حافظ التعب، بس خلي الشباب على ما استدرك منها شوي. لا، على اساس احنا بننزل وراها اغنيه وطنيه اذا انت حافظها. يقول يا كويت يوم الطواريق ودني وجابني. نعم. ناديت وين القصيد وهاجت بحوره. ايه. يا بلادي بسمعك من شعري وفني، بقطف لك من الشعر واهدي لك زهوره. يا كويت وشلون مكتف فيك واغني وانت حديث القصيد وذوق جمهوره. اقسم لك بربي اني من صغر سني فتحت عيني عليك وشفتك اسطوره. هجول بين الدول وغيب لكني ارجع لك العاشق اللي يصدق شعوره. انزل مطارك ودور من الوله كني اشارك المغترب وقاسمه دوره. جيتك من اخر حدود الشوق متعني يعكس لك احساس شعب ما طفى نوره. قيادتك عادله والشعب متهني، عرفت ليه العرب سموك مغروره. والشر ما يصلك لو يركبه جني، حاميك ربي من الشيطان وشروره. يا كويت ابى اقول كلمه واسمعي مني، انت حديث القصيد وذوق جمهور. يا سلام. يا سلام، صح لسانك. الكويت تستاهل. نعم. والحقيقه راح نسمع ان شاء الله. موجوده راح نسمع الاغنيه الوطنيه. مشاهدينا الاعزاء، مع هذه الفقره ونرجع للاخوان الشعراء. مشاهدينا الاعزاء، عدنا لكم مره اخرى ومع اخواننا الشعراء في هذه الليله والامسيه الجميله، ومع ابو وليد ديب الشمري. يا مرحبا يا ابو، مساك الله بالخير يا ابو وليد. يا مس النور. نبي نسمع منك شو مجهز لنا للمشاهدين الكرام. كل خير ان شاء الله. تفضل. غيرت نيتك الملعونه وانا معك محسن النيه، لقيت تعبيرك المدهون مثل الدهون الثلاثيه. تغش هامان يا فرعون وهو معك شبه يوميه، يقول عندك علوم الكون الخافيه والعلانيه. يقول عندك علوم الكون الخافية والعلانية، في قدرتك تجعل الكربون مثل العطور الفرنسية.
وفي قدرتك تجعل الضربون أكثر من السبع غومية، ومن شجرة التين والزيتون تنسج ملابس حريرية، ومن شجرة التين والزيتون تنسج ملابس حريرية، وبالكهرباء تشحن النترون، ويستولد الطاغة الحية، وتحت الجبل ثابت القانون تزرع خليات جذعية، وبالكهرباء تشحن النترون، ويستولد الطاغة الحية للشايب اللي كمل عرجون ظهره وعمره وصل 100 يشرب من أمصالها غالون، وترجع قواها الشبابية يشرب من أمصالها قالون وترجع غواها الشبابية، والحرب من حاربك مطحون خسارته معك حتمية، هزمت هتلر ونابليون وقت الحروب الصليبية، وبعدادها فاقت المليون انسب لك أفعال وهمية، وتغشني يا صديق الهون طغت عليك الأنانية، لا تنسف الواقع المزيون وتطلع سجاياك الأصلية. سلامتكم. صح لسانك. هذه قصيدتك فيزيائية كلها التركيبة اللي فيها. الله يقويك. نعم مشكور يا أبو الله يحفظك. مشكور مشكور عليك يا أبو صلاح. السلام طال عمرك. إيش نسمع منك؟ والله أنا عندي قصيدة، هذه قصيدة موقف. نعم. حنا كنا في أحد الليالي معزومين عند الأخ نصار الخمسة. نعم. في ديوانه العامر. أمين سر ديوانية شعر النبط ومدير ديوانية شعر. لا شك. الأستاذ نصار. والمسع عليه أبو خالد. نعم أبو خالد. تفضل. المهم طال عمرك وقال أطلع على العشاء، وكنا والله مجموعة عدد من الشعراء ومن رجال مجتمع رواد الديوانية. نعم طال عمرك. فكان أنا معي مجموعة من الشعراء، وكان معنا قابلني حمد السعيد الله يذكره بالخير ونعم ونعم في هذا المساء. المهم خذ لسان قال لي الربع أستأذنكم لسان الخروف لطلب الرداد اللي يقول حمد السعيد. قلت له يا حمد الديوانية من اللي أنا من رئيس الديوانية إلى أشعار طوال باع. لا يا ولد، قال ألسان أنا منعل جميع ألسان قدام طلب الرداد يحذف علي. فقلت القصيدة هذه. تفضل. أقول يا حمد يوم تحداني على لسان الخروف وأنا حولي من الشواعير قومه وقعده، فيهم اللي بغارب شعيلة وفيهم بردوف، وانت في قمة سنة ما وكفك مسندها، الشهادة منك تسوى الذهب غير الألوف، والإشادة منك تطغى جميع الأصعدة، أدري لي فوق البسيطة صدى واسم معروف، ولدي بدرى بنفسه ومردود اجهده، مرحنا لحضرت انت دمنا لك وقوف، حيث ما به مثل شرواك من عز بلده، بالشعر مالك مجاري حسب كل الظروف، والمراجل من تزبن كبش المسعده لا تهقاها يا ابو خالد على مثلي تطوف، ما وصلني من جميلك عجز تحصي عددها اقولها من شان يشوف اللي ما يشوف ويستمعها فاقد السمع، ومعطيها ولده انت من يحريب هالمدح، ولسان الخروف قالها اللي معجب فيك ويرفع لك كده. يستاهل ابو خالد. لسانك ابو خالد. زين ابو صلاح، ايش معنى لسان الخروف يعني يكون ياكله الشاعر او يقدمونه للشاعر؟ لسان الخروف هذه طال عمرك الحقيقه هذه العاده رمزيه اعتادوا عليها طبعا الاولين. فهي رمزيه وهي تقدير ولا تعني ايضا اعتقد انها لشاعريه الشاعر. لا قد، لكن حتى حمد يعني اشكرك على سؤالك هذا، حتى حمد يوم اعطاني لسان الخروف، حمد رجل و لا ناقد يتكلم، هو كان يقصد امور اخرى يعني. لا هذه عاده كبر السن وكذا، هذه من زمان يعني. احنا ما نقصد عن حمد في موضوعه معك. لا هذه حتى من الشعراء القدامى. نعم كانوا يقدمون لسان للشاعر القوي، وكان يصير بينهم مثل ما قلت مساجلات شعر في هالمواضيع هذه. والله انا اعتقد انه من باب التقدير فقط. من باب التقدير واعلام الموجودين، قد يغلطون الرجال على العزيمه ما يعرفون في شعر. لكن قد اللي الرجل اللي
يرمي لسان الخروف قدام هذا الرجل يبي يبلغ الجميع يبي يحطهم أحيانا يكون استتارة. أي نعم إن هناك شعر ولكنه هذه رمزية. لكن الظاهر حمد السعيد ما كان يبي يستثير شعريته، كان يبي يستثير كبر سنه. يقول هذا أكبر شايب فينا. نعم من باب المداعبة عموما. مداعبة وتقدير. أي نعم عموما صح لسانك وما رد ما رد أبو خالد. لا 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 ما رد يعني ما حبيب ما رد أنا ملزم بالرد يعني نعم الحقيقة ما دام حطني في الموقف فأنا ملزم. نعم صح. لكن حمد ليش ملزم يعني يكفي لنا فعله وصنيعه. عموما صح لسانك وما قصرت يا أبو صلاح. جديع الملعبي أبو عذبي يا مرحبا مساك الله بالخير. شو أخبار برنامجكم؟ والله البرنامج الحمد لله مستمر في الإذاعة الساعة 9:15 ها؟ بعد أقل من ساعة 9:30 ايه؟ على البرنامج العام في إذاعة الكويت من أدب البادية؟ من أدب البادية ايه؟ البرنامج كل يوم أحد يعني الساعة 9:30 على البرنامج العام. الله يوفقكم. احنا دعوة نفس النظام القديم يعني نفس الشعراء نعم. وعددهم وكذا. نعم نفس الشعراء ونفس العدد ونفس تقريبا الفقرات إلا أن احنا يعني نحاول أن نطور بالشكل اللي ما فنيا إيه ما يعني ما يعيب إطار البرنامج يعني نطور من مثلا الفقرات من العرضات من شوف برامج الشعر حتى حنا في التلفزيون التطوير أنا في نظري إن التطوير القصائد الجديدة ترى نعم. ما هي التطوير مو شرط إنه يكون في فقرات ولا يكون في الفقرات لها لمسات معينة وتثري البرنامج صحيح. في ديكوراته وفي فنياته ولكن التطوير هو القصائد اللي الشعراء يقولونها كل أسبوع صحيح وايضا المستمع يعني اغلب المستمعين ما هم شعراء فيحتاجون الى فقره مثلا تعلمهم عن طواريق الشعر عن اوزانه نعم. عن مثلا الكلمات اللي كانت يعني موجوده قبل واندثرت مثل الصيهد مثل الرجم مثل نعم الفطين مثل الكلمات هذه يحتاجها امثال شعبيه نعم قصص شعبيه نعم. شعبيه هذه يحتاجها المستمع والمشاهد انه مو أغلب الشعراء نعم. يتابعونك يعني يتابعونك عامة فعلاً ويجهلون في بعض الأمور الشعر فأنت نعم. محتاج أنك تعطي مثلا نماذج عن البحور عن الأوزان عن الطواريق هذه تفيد المستمع صحيح صحيح وحنا وياكم الله يطول عمرك يا أبو عذبي إيش مجهز لنا وللشتاد المشاهدين والله أنا أقول البارحة شفت همي والزمن ينحتون وسط الخفوق المعنى رسم بحروف نار البارحة شف دمعي حابسة العيون مدري ولكن سقوط الدمع فيه انكسار البارحة آه يا البارحة شجونك شجون سافرت للصبح لكن ما وصلت النهار يا صاحبي جيت تلعب بي كثير الظنون وشرهات مثلي على مثلك تراها كبار زل الوعد والعجم مثل العرب يشرهون ولا ضاعت أيامنا إلا على الانتظار تمون لو قلت ما أقدر والله إنك تمون لا شك وعدتني والوعد دين الحرار إن كان مثلك كذب يقل من يصدقون الظاهر الصدق قلوا قلهم أهل الوقار أهل الوفاء ينقصون وغيرهم يكثرون هذه نهاية كبار أو بداية صغار يعز قلبي عن السذج صغار البطون اللي تصدق وعود مغيرين المسار عاشوا مساكين لكن استحال السكون واخلاق هالوقت تمشي مسرعة انحدار ما هو خطاي اني اصدق خيال المزون لهو فيدي زرعت ولا جنيت الثمار لكن اليامن وعدت اوفي لكن اليامن وعدت اوفي ولو يخلفون ولا تعلمت لجل المصلحة الانكسار وكفي اليام الطيب اهل الوفاء ينصفون رزقي على اللي حمى عبده وهو وسط غار هذا كلامي وقلته والرخوم يهبون ما ذل نفسي وأنا نسل الرجال الكبار والناس ما هم سوى أشكال من كل لون والعمر فترة وحزات الكروب اختبار سلام. يا سلام صح لسانك صح لسانك أبو عبد صح أبدأت الحقيقة عبد الله العاردي يا مرحبا مساك الله بالخير مساك بالنور هذه أنت يمكن أول مرة تشارك معنا ونتمنى إن شاء الله أنك تكون مي باخر مرة إن شاء الله أنا الحقيقة سعيد وجودي معك أبو فهد مع أخوان الشعراء الله يسلمك إن شاء الله نقدم الشيء اللي
يحوز على رضاك ومرضى مشاهدي. انت كونك يمكن اول مره ومن الشباب الواعدين ان شاء الله. الله يطول عمرك. ايش رايك في برامج ديوانية شعراء النبط ودعمهم للشباب؟ والله هذا يعتبر صرح لكل شاعر مبتدئ. ايه نعم. وجميع الشعراء يطمحون له. الله يسلمك. عموما احنا سعداء في وجودك معنا في هذه الليلة. وانا اسعد. ونبي نسمع منك قصيدة. الله يطول عمرك. بالنسبة للقصيدة هذه قصيدة ابتهالية ببدأ فيها. تفضل. يقول يا الله يلي كل شيء يزول وهو لا يزال. يا الله يلي كل شيء يزول وانت لا تزال. يا رافع من فوقنا سبع بلي أعمدة. يا الواحد القهار يا الفرد الصمد. يا ذا الجلال يا الوالي المتعال. يا عالم خفية الأفئدة. يا من تشق الأرض من هيبته وتخر الجبال وتسبح بحمده جميع الخلق. لو ما تشهد سبحان من بمره يسير كوكبا ما لها حبال. الأرض طوعا تعبده والشمس طوعا تعبده. جل علاه لا شريك له ولا مثله. مثال اللي بكل أحوالنا نثني عليه ونحمده. أسألك يا من باسمك الأعظم تجيب عن السؤال. استنجدك وانت الذي ما خاب من يستنجده. جيتك وانا ذنوبي عددها كثر حباته. الرمال ضايع وراء الأيام واتبعها ونفسي مجهدة. غرتني الدنيا ولدري كلها حلم وخيال. المسعدة فيها شقية والشقية مسعدة. يا كم تخيرت الدروب وكم تجاهلت احتمال. وكم رجم من خلفها الوادي ورجلي تصعده مثقال ذرة من كبر أولى خطواته الضلال. اللهم أجرني عنا يوم عظيم مشهدة. يوم يفر المرء من ذويه وتشيب العيال والكل وده بزمن يرجع ساعة مولده. لكن هذه حزة الساعة ولا فيها جدال. كل يبي يعرض لها ويقدم اللي في يده. أما مصيره جنة يشرب بها ماء الزلال ولا مخلد خالد في قاع نار مؤصدة هنية. منه لا لقى هجله وجاء يوم الرحال ينقل متاعاته معه لأنها من مسجده. في رب يمغير قلوب الناس من حال الحال. أنت العليم بغايتي وأنت أقرب منا لورده. تظلني في ظلك ولا لي سوى ظلك أظلال. الطف بعبد من ذنوبه ما تهنى مرقده. واستغفرك وأنت الذي في محكم التنزيل قال استغفروني واغفروا من غيرك أصدق بوعده. يا سلام. صح لسانك. صح لسانك. صح لسانك يا عبد الله. والحقيقة أبدعت. الله يطول عمرك. شاعر مبدع. نشكرك على هالقصيدة. ونتمنى إن شاء الله أنك تكون موجود معنا على طول إن شاء الله. الله يطول عمرك. ليش؟ وهذه الساعة المباركة. وأنت إضافة للبرنامج. الله يطول عمرك. سيصبح له شان كبير. إن شاء الله بإذن الله يستحق. ما شاء الله هذه بدايته يعني لا لا. شاعر مبدع للأمانة. نعم. مدرسة الأطلال يا أبو صلاح. يستحق. نعم. لازم يكون مبدع. لا شك. أطلال. أبو وليد. سام أبو فهد. إيش عندك طال عمرك للسادة المشاهدين؟ والله عندي قصيدة أبيات. إيه. بنفس اتجاه أخونا عبد الله العارضي. يلا تفضل. فأقول ليضاق صدرك وصابك من زمانك قلق والهم خيم عليك ولا حصل ملتجأ. لا تنزلق مثل من طاله جهل وانزلق ويظن رزقه يجي فالمدح ولا الهجة. ارجع لرب العباد وخالقك من علق فالساعة اللي تجي فخير وقت الدجى. الخالق اللي ما غيره لا لا وادم خلق ما خاف من لاد في ركنه وركنه حجة. البحر من قدرته قدام موسى انفلق ويونس من الحوت لولا رحمته ما نجه. ادعه وناجه ويفتح لك جميع الحلق. رجوى الغيره ضياع وفيه كل الرجع. سلامتكم. صح لسانك. صح لسانك يا ابو وليد. صح لسانك. الحقيقة ابدعت. صح ابو يوسف تفضل. يداول غيرك إحساس المحبة واسهمه تنهار على شاشة تداول حبك الأرباح حصرية. رصيدي في بنوك الحب عدى مبلغ المليار لو ورصتي بعدها في بنوك النقد صفرية. وحيد تشاهد العالم على يسارك يجون أصفار إذا زادوا وإذا قلوا تراهم دون أهمية. إذا صار الغلا سلعة والإحساس البشر تجار
أنا بالحب جنبت الأحاسيس التجارية، توحد لجلك بعيني وعقلي وجهة الأنظار وحاسيس الغرام تبث مسموعة ومرئية. كأنك في كلامك للمسامع تعزف لو تار، أجل وشلون لو غنيت مقطوعة من غنية. كأنك في كلامك للمسامع تعزف لو تار، أجل وشلون لو غنيت مقطوعة من غنية. لجل عيني معذني بالرسائل قسم المقدار، كتابية لجل عيني ولجل الأذن صوتية. سكنت صرح خفاقي ودمي بالمحبة حار، شعوري ما برد في صيف ولا مربعانية. سكنت بصرح خفاقي ودمي بالمحبة حار، شعوري ما برد في صيف ولا مربعانية. وأنا مركز شعوري بالمشاعر يعلن استنفار، لو أن الحالة اللي عاشها بالحب سلمية، خفوقي مندفع كأنه هجوسي بول المشوار وحاسيسه مثل حاضر قصيدي بالجمالية. يا سلام، جديدة يا أبو يوسف. والله لها فترة بس حفظها ما ماني مراجع. عموما صح لسانك، تفتح المجال للشعراء الثانيين إن شاء الله. صح لسانك أبو نايف، مساك الله بالخير. حياك الله مساك الله بالنور أنت متابعينك وجمهورك الكريم. الله يسلمك. شو نسمع منك أبو نايف؟ اللي ودكم فيه أبو فهد. تفضل. الله يزيد فضل. العبيد اللي قال قصيدة غزلية عادي. جزاك الله خير. طلعنا من جو الخوف شوي هذا. يلا تفضل تعمرك. هذه كاميرتك. حاضر. تفضل. يقول يا وراق أبي طرس وعسيب وحبر ومداد. يا وراق أبي طرس وعسيب وحبر ومداد، على نور قمرة تمزع الغيم والتلة. يا زين البراد وزينها حكرة البراد، ولا زين من البراد غير أول الدلة. يا سلام. بعدها تعال انشد وعلمك يا نشاد، أنا أسمعك وانتهى ما على خاطرك هلة. تحب القصيد اللي حفظ بصمة الأجداد، هل الطيب والماجوب والسيف والسلة، ورث ثنب الطيب بعلم على الأشهاد، عساني حفظه واتبناه وجله. أنا قيس من الواحك وأنا عنتر ولا تشداد، إذا أن القصيد يجوز لك أتنازله، لو أنجب نجيب أفكار عباسي العقاد، عبوس تشابه عزته عندي الذلة. أخبرك تحضر لك شهادات بالإرشاد، وعندك مواضيع كثيرة ما هي قلة، وتشرح أساليب الخطابة والاستشهاد، وتحل السؤال اللي ما حد غيرك يحله. وش أقوى مبرر يصنع الكره والحقاد، دخيلك تسولف صوتك العذب ما مله، أبسمع صدى صوتك لو أني على ميعاد، وإذا قلت بي منك الخبر قلت لي لله. كلام العرب لعراب أمة لسان الضاد، ما تسوى سواليفك وشفتك مبتلة، وترى الماس الأسود في عيونك ما هو بتشاد، بظل الرموش اللي على خدك مطلة، وترى أنت السبب بأعراض الإرهاق والإجهاد، وعندي على ذلك براهين ودله تزيد السنين، وزينك اليوسفي يزداد، جمالك حقيقي ما يشوبه ولا عله، فضحتي جمال الهند والروس والأكراد، ودولة بنو العباس من يدك محتلة. أنا ما أعرف أخر رقم في عالم الأعداد، لكني أعرف الموت بيجيك في حلة، إذا ودك تسوي دراسة عن الإلحاد أبي منك نبذة عن محمد رسول الله. يا سلام، اللهم صل على محمد. اللهم صح لسانك وأبدعت. الله يبارك فيك حقيقة أبدعت. طيب أبو وليد، نبي نسمع منك لغز. عندك لغز أنت؟ لا بس خلاص إذا جاهز، ولا نروح للطلب ونرجع لك؟ نقول لكم اللغز. يلا تفضل ونفكر فيه. ودي المغزى. يلا يلي لكم في حل الألغاز عادات، وش الذي حلت عليها لزاحة، جاه الأمر بالموت لا شك ما مات، إلا لقى في ذلك الأمر راحة. عيده. يلي لكم في حل الألغاز عادات، وش الذي حلت عليها لزاحة، جاه الأمر بالموت لا شك ما مات، إلا لقى في ذلك الأمر راحة. نعم. يلا يدور على الشباب ونشوف عاد اللي بيحله، ولا نأجله آخر الحلقة. ها أبو عذبي، خلنا نشوف الشباب. والله أنا مار علي اللغز، عارف حله. طيب عارف حله؟ اي نعم. لا تشارك يا أبو نايف. والله عقب الربع إن شاء الله. ده ما يلا العبيدلي، ما عندنا شيء. ها معقول العبيدلي مات؟ لا يمكن عارفه ما يمكن. بعدين ممكن أعطيك باص.
طيب عبد الله. ابدا ما في رم. يلا. الله يخلص مليان لكن. عطى الله. والله مثل ما تفضل ابو صلاح لغز بسبيله تفكير ابو فهد. اي والله انا سامع مثل ما قلت بس ما ادري الناس يحلوا والله عموما نخليها اخر الحلقه. خير ان شاء الله. يلا عند ابو صلاح. نعم طال عمرك. شو نسمع منك؟ والله هذا عندي طال عمرك بيتين كلهم معنى ومغزى. هم البيتين على حقيقه انها على ضوء شهاده اخونا ابو نايف. اي. فواز الكثيري الاخ ابو وليد. وولي طبعا زميل واخ وشاعر ونفس الجيل يب شملي مدرسه ما يحتاج الحقيقه يستاهل ليس مجامله يعني يستاهل رجل يعني الكثير استفادوا منه يعني انا لي بيتين طبعا بيتين وجهتهم لديب سب على شكل طرق يعني بيتين موجههم لذيب اي وذيب رد علي رد عليك اي يعني نسمعهم انا بقولهم وبقول حتى يعني ذيب يسعدني انه يقولهم اذا هذا والله ناسيهم اي انا اقول يا ذيب ما عاد بالجوال رقم قديم اكثر خطوط الهواتف يا لخوشلتها من عقب بانات مواقف الردي والحشيم أكثر ناس من الجوال نسلتها يا سلام رد ذيب هذه أنت اللي قلت هذه لي أنا أي. ذيب رد ورد رأي اسمع رد ذيب إي لها هي معاني فقال ذيب التجربة تكشف اللي في صميم الصميم فيها فوائد كثيرة ما تخيلتها معك في الواقع الموجه والمستقيم إن كان كثرتها وإن كان قللتها طبعاً ها قصر ذيب يعني معاك بكل شيء نعم فعقبها الله يطول عمره ويحفظه أنا أقصد شيء هو خذها بناء على شجاعه ومعرف عندي خذها إلى منح آخر راح بعيد شوي دق علي عقب نص ساعة قال لي أطلب قلت نعم قال شوف والذي لا إله إلا هو يعني معك المال والجاه والوجه إيه؟ اللي يردك لسانك طبعا شكرته وقلت يا ابو وليد اشكرك وانت تجملت فينا وجملت تسجل له وصلت لكن القصد بعيد والقصد واضح طبعا ما خفاكم يعني اكيد وضحت راجعت نفسك الظاهر بعد ما راجعت نفسك اي ها شلت رديت عليه هذا الاول ابيات لي هذه وهو رد عليك لما تبي توضح له ما رديت على شيء لا سوالف أنا رديت عليه إيه؟ لكن على ما قال ويبدو أن والله الرد اللي عندي ما يحضرني هالحين لكنه رديت بالفعل يعني. عموما صح لسانك صح بدنك طبعا وصح لسان أبو وليد عطى الله فرحان يا هلا أبو فهد رجعنا لك يا أبو راشد الله يطول عمرك ونبي نسمع منك أنا أول شيء والله سعيد في تواجد اليوم الحلقة جميلة جدا الله يسلمك حلقة نارية ما شاء الله جميلة بتواجدك معنا يعني اليوم فرحنا بوجود الشاعر المبدع عبد الله أنا في يعني فرحان في وجوده عبد الله إضافة للبرنامج أي والله وأخونا طبعا يعقوب متعودين عليه واليوم أعطانا شيء جديد أي نعم أيضا فواز الكثير يبدع اليوم كلهم قصيدة فارقة أخونا حمد وجديع المرجع الشعري والوليد ولا يهون ابو صلاح طبعا لا انت نبي نسمع منك انا ما دام اني في الديوانيه اذا تذكر ابو فهد اول حلقه تلفزيونيه سجلتها مع الشخص هذا نعم. ابو فهد نار الشمعة نعم صحيح من اكثر من 20 سنه نعم صحيح لو قدرنا نكبر حالنا لكن اول تسجيل كانت اعمارنا 10 15 سنة اول حلقه سجلتها هي نار الشمعان للامانه وكانت لقاء يعني اي نعم واتذكر قصيده للامانه يمكن شفتها ذاك اليوم قبل فتره وانا ما تحضرني لكن اليوم عاد حاولت اني احفظها عشان اقولها يلا خلينا نسمع من باب الصدفه يعني يلا خلينا قديمه طبعا القصه انا عموما ناسيها طيب ايه يقول ما عاد به صفقه ولا عاد به طار ولا عاد في قلوب الاوادم
مروفه صوت الحزن غطى على صوته الاوتار وباب الفرح مسدود كني اشوفه الليله ضيوفي تفاكير واسرار وكان الخوي طربان يمكن تطوفه يا مرحبا باللي لفوا وقت الاسحار وش عاد لو قلبي همومه تلوفه صافح جروحي وانا داخلي نار مثل الغريب اللي تحده ظروفه يا سعود انا مجبور بضيوفه الاخبار عينت لك رجاله يطرد ضيوفه يوم العنود تموت في حبه الاشعار قلت القصيد وصادقتني حروفه ويوم العنود اكفت وراحت عن الدار ضاع القصيد وكن ضاعت وصوفه اقدار وادري كل الاسباب الاقدار لا شك ماني من هواته الحسوفه صكات بقعه روحت يم الاخيار ولا ردي الناس عيت تحوفه يا قلبي يركد ما عقب هذه اعذار ابشر بفرقه ما وراها نكوفه صار الذي ما شفت مثله ولا صار وشحيلتي والليل شاهر سيوفه كنا القرايب بيني وبينهم ثار ما عاد وقت الرحم والمروفه. يا سلام هذه بداياتي وياك القصيده هذه يا ابو فهد. نعم 25 سنه صح لسانك والحقيقه قديمك جديد يا الله يطول عمرك يا ابو فهد قديمك انت والشباب. عبد الله ايش نسمع منك؟ اللي تبي طال الاختيار لك عاد تبي غزل تبي اللي تبي عاد هالمره على كيفك. طلع احنا ودنا نجاري ابو يلا يوسف. تفضل القصيده العاطفي تفضل. يقول المعذره كان زل الدرب وتغير نظامي للظروف احكام والدنيا مناحيها كثيره يا هوا بالي ويا غايه هواي ويا هيامي انت حبك من نزل بالقلب ما دورت غيره كان ما يظهر على عيني يبين في كلامي من يدقق في سواليفي لقى سيرتك سيره مير للدنيا ولا الايام وقفه واحتدامي تمنع الملهوف لا يربط مصيرك في مصيره يوم عيني في جنوب ونوضت البراق شامي انت في ديره وانا حليت من عقبك بديره من توادعنا وانا مزري يشيلني عظامي بين حزن وبين غبن وبين خوف وبين حيره وعن مبادئي ومنهاجي وفكري واهتمامي تكبر امور صغيره تصغر امور كبيره وعن مبادئي ومنهاجي وفكري واهتمامي تكبر امور صغيره تصغر امور كبيره وان غدا لي شيء منها لا تزود في ملامي يعلم انه ما بقابه غصن ما طيرت طيره المهم ان انت لك حبي وودي واحترامي لاجتمعنا وانت فرقنا عسى بالامر خيره. يا سلام يا سلام صح لسانك صح لسانك ابدعت ابدعت يا عبد الله صح لسانك. مشاهدين الاعزاء مع هذه الفقره من فقرات برنامجنا ونعود لكم مره اخرى. مشاهدين الاعزاء عدنا لكم مره اخرى ومع ضيوفنا لهذه الليله ومع ابو وليد وليد اللغز عيده لنا طال عمرك. يلي لكم في حلل الغاز عادات وش الذي حلت عليها الازاحه جاه الامر بالموت لا شك ما مات الا لقى في ذلك الامر راح. نعم ها ابو راشد الله صاحب يا ما في حل ابو صلاح ها عبد الله هو ما على بال شيء هو مر ولا يموت وما مات هو جاه فعل امر ايه وارتاح اصلا من الامر هذا مستانس من الموت هذا هو يموت واقف ولا يموت قاعد؟ ايه ها انت عارف الحل؟ لا اقول لابو راشد جديد هذا ولا قديم؟ لا لا لا, لا, لا ما هو قديم لا هو قديم؟ لا مو هو قديم قديم حيل حيل طيب ها فواز عارفه؟ خلني اخر واحد يلا ها انا عارفه شوف ابو عذبي ابو عذبي هو اللي يقول جاه الامر بالموت لا شك ما مات الا لقى في ذلك الامر راحه التقاعد او المتقاعد ما اسمه التقاعد المتقاعد اسمه متقاعد 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 عموما صح لسانك هو ما بالصفه هو الشخص جاب الامر صح لسانك صح لسانك يلا يعقوب نبدا من عندك بيتين ما صار حبك باعتياده عادي والقلب يوميا تجي له فزه من يوم ما طقيت باب فؤادي ما قلت لك من جاينا هالحجه من جاينا هالحجه يلا تفضل والله جميل يقول العبد ما يندم العبد ما يندم على شيء فاته العبد ما يندم على شيء فاته لا صار مؤمن بالقدر والسبايب ولا يستريح الادمي في حياته الا اليوم يشاف منها العجائب يا سلام ابو صلاح لو نلتفت للرخوم وتافهين الكلام ما كان شقنا طريق ولا قطعنا خطأ
حنا نجل السنام ومن يخيل السنام ولا اشبه القطة ما نعتبرها قطة والناقصة من قديم الوقت لقطة حرام ما جاك منها خسارة ما يجي لك عطل. يا سلام أبو راشد يقول الطيب الواحد بعشرة ملايين يسوي الأشباه الرجاجيل عبادة على كثر ما يكبرون الرديين لازلت أحب الطيبين بزيادة. يا سلام يستاهلون الطيبين. أبو وليد نعم يلا بيتين. شفت الدجاجة بجنب الديك تحضن مرة ويحضنها قلت احرصوا خلوا التكليك بعض العيون احذروا منها إن شاء الله وتوكلوا عقلك فيك نصايحك ما مثمنها لا صار الأعمال ما تعنيه لا تنشد أصحابها عنها. يا سلام يا سلام أنت بيدري الليل هذا يقول من ياينا هالحزة وأنت بعد على نفس الخط ايه. بس هو ذي بناصح ما افترس الدجاجة وديك ايه. جاهم بنصيحة جاهم سيارة واحدة عموما صح لسانك صح بدنك ايه. الفقر ما هو نقص في ذخر الأموال الفقر لا عشت المهونة هو وافقت صحيح. والرزق له أكثر من 2000 مدخال وما هو بشرط اللي تفوقت وفقت نعم صحيح. صحيح. صحيح ها شيلها أيها بشرط يلا تفضل. أقول من عاش في هون يقنع بالهوان ومن عاش في عز عزز منزلها والمرجى لها ضلع والخيبة طيمان سلام. والضلع ما يتعب أهل المرجى له سلام. سلام. سلام عليك سلام. يلا أبو نايف تل يا طالما تلها لنا ذا فيه تل تل تفضل أبو نايف يقول اجمع أمانيك من خيوط الشتات ورافق طموحك وانت خاذل شجعه واصنع لذاتك من جهودك ألف ذات وقدم ترى الإنسان بيديه اصنعه ما ينفعك عزة ولا ينفعك لات ما ينفعك إلا أنت عند المنفعة حتى ولو صكت بك الأربع جهات ترى السماء غير الجهات الأربع. يا سلام يا سلام صح لسانك صح, صح لسانك ومشكور على تواجدك معنا الليلة وأشكر الأخوان الحقيقة اللي أتحفونا بقصايدهم في هذا المساء الجميل. مشاهدين الأعزاء وصلنا معكم إلى نهاية هذه الحلقة نتمنى أن ما قدمناه يحوز على إعجابكم ورضاكم وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة. هذه تحيات الأخوان اللي ظهرت بجهودهم لكم هذه الحلقة وتحيات جابر عامر المري من مراقبة النصوص ومع السلامة إلى اللقاء.